للمزيد معنا من بغداد السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. عدد الشهداء بلغ 83 خلال 5 أسابيع فقط، كما بلغ عدد الجرحى 772 جريحا وفقا لمركزكم. ما هي قراءتكم لهذه الحصيلة أستاذ عمر؟ القراءة واضحة أن هذه القوات لا زالت تستخدم العنف المضاد، وهذه الأيام القليلة التي يعني شهدتها المحافظات المتفضة ضد النظام السياسي والعملية السياسية والميليشيات أبرزت الكثير من المعطيات، منها أن هذه الحكومة غير جادة في التعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي والاستجابة إلى مطالبهم، فضلا عن أن هذه الحكومة والميليشيات تتعمد بترتيب مسبق واتفاق مبرم فيما بينهم على إنهاء هذه التظاهرات. وقد ذكر أيضا كما سمعنا قبل يوم لقناتكم الموقرة من أحد ميليشيا الصدر، يقول هناك اتفاق مبرم ما بين الصدر وإيران والحكومة بإنهاء التظاهرات في أي شكل من الأشكال. هذا الترتيب وهذا القمع المطلق تجاه المدنيين هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والتعدي على الحريات العامة، وبالتالي هذه جرائم لا يمكن السكوت عنها. هذه هي جريمة ضد الإنسانية، إبادة جماعية. ولكن مع أن هذه الجرائم مستمرة، نعم كما صنفتموها أنها جرائم ضد الإنسانية، لكن هذه الجرائم مستمرة. اللجنة المنظمة للتظاهرات أعلنت سقوط أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25,000 جريح، فضلا عن آلاف معتقلين ومغيبين قسريا. ماذا يؤشر هذا الاستمرار في العنف الحكومي وهذا الإصرار على هذا النهج وهذا الأسلوب مع تظاهرات سلمية؟ نعم، يعني كما بينا أن هذا النهج والأسلوب الغير مبرر هو نتيجة سكوت المجتمع الدولي وعدم تحرك الحقوق أو المنظومة الحقوقية الدولية العالمية تجاه العراق. يعني هذه الانتهاكات بموجب القانون الدولي وبموجب الميثاق الأمم المتحدة يتحتم على الجميع التحرك عاجلا ووفق الآليات المطروحة، وأيضا وفق الآليات الطارئة ممكن التعامل مع هذه الحالات الانتهاكات القوية والجسيمة في العراق والحد من هذه العنف وإلزام الحكومة وإجبارها على إما ترك هذه العملية السياسية أو إجبار إلزام قانون دولي وحماية المدنيين. يعني بالنتيجة لم نرى هذا التخبط وهذا التخبط في القوانين الدولية والازدواجية في التعامل مع الانتهاكات حقوق الإنسان، يجعل ان هذه الحكومه وميليشياتها ما زالت او تستمر في القمع والقتل بدون رادع ولا حتم. هذه يعني هي المعطيات المتوفره الى الان، يعني بالرؤيه القانونيه والسياسيه في نظر المظاهرين او المراقبين لهذه التظاهرات. نعم، الصمت الدولي طبعا مستمر كما ذكرتم. انتم في المركز العراقي استاذ عمر، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، هل لديكم أي تحرك باتجاه الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم المستمرة أو الإبادة الإنسانية ضد ثورة سلمية؟ بالتأكيد، يعني ما زلنا نحن نبعث التقارير العاجلة والشكاوى العاجلة الأكيمة في المطوفين والمعتبين من قبل الميليشيات، ودائما في هذه البلاغات وهذه الشكاوى نحض الأمم المتحدة ولكن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة المعنية المناهضة للتعذيب، هذه دائما نرسل لها بأنها لا يمكن السكوت، ولكن هناك يعني أيضا سكوت من قبل هاتين اللجنتين ويمكن تبريرهما بأن هناك ضغوطات سياسية ولا يمكن العمل. حقيقة هناك غياب قانون دولي أو يعني نسميه انه السياده او الولايه الدوليه لهذه الانتهاكات الجنائيه، يعني كما هو مقرر في القانون الدولي انه الامم المتحده والمجتمع الدولي يوجب بموجب القانون فرض هذه الحمايات والتدابير القانونيه لحمايه المدنيين، ولكن للاسف الى الان لم نرى هذه التدابير ولا حتى التخبط الدولي
بات ايضا قاصرا تجاه ما يجري في العراق استاذ عمر، المنتفضون بعثوا اليوم برساله الى الامين العام للامم المتحده. بدايه يعني ما اهميه هذه الرساله؟ الى اي مدى يمكن ان تسهم هذه الرساله في كسب التعاطف الدولي وتوجيه المجتمع الدولي وتوجيه عين المجتمع الدولي على ما يجري في العراق من جرائم امام انظار العالم؟ نحن لا نريد تعاطف دولي، التعاطف الدولي موجود، التعاطف حتى على المستوى الرسمي والحكومي موجود، وهذا ما نراه بالتصريحات والتنديدات التي تقوم بها الدول والسفارات في العراق والمجتمع الاوروبي. ابدا القلق وابدا يعني امتعاضه، والان نريد من هذه الدول ومن هذه السفارات ومن هذا المجتمع الدولي وحتى من الامين العام للامم المتحده الذي يعطي صلاحيات كثيره يترك هذا التعاطف، لا نريد تعاطف، الان دماء تسيل في الشوارع، الان هناك مؤامره كبيره من قبل الميليشيات التي تتحكم في الملف الامني بشكل كامل، نريد ان هذه الدول وهذه اللجنه الامميه والمنظومه الامميه ان تتحرك عاجلا في وقف نزيف الدم ووضع حد لهذه الميليشيات التي باتت تقتل باسم القانون. هم يقتلون والقانون الحكومي يبرر ويشرع هذه الاعمال القذره. بالتالي لا يمكن يعني ان نسمع كثيرا نتعاطف ونندد ونقلق ونشجب، هذه المفردات باتت لا تسمن ولا تسمن. يعني حتى إدانة الأمم المتحدة، يعني كيف تقرأ إدانة الأمم المتحدة؟ يعني هل ترى أن بها ربما أثرا لمس على أرض الواقع؟ هل أثر فعلا على مسار الثورة من وجهة نظرك؟ كيف أخي الحديث؟ يعني الآن إدانة الأمم المتحدة لعمليات القتل ضد المتظاهرين السلميين، هل من أثر لها فعلي على أرض الواقع لوضع حد لما يحصل؟ أبدا ليس لها أي وضع، يعني هذه الإدانة لا يعني الإدانة يسمعوها السياسيون ويضحكون عليها، وأيضا يعني عندما سماع الإدانة يقولون نعم نحن مستمرون في هذه الأعمال بسماع هذه الإدانة. الإدانة لا تكفي والشجب لا يكفي، يعني الآن هناك حالة الحياة الإنسان على خطر أو على المحك، فيجب أن هذه الدول وهذا الأمين العام للأمم المتحدة وهذه المنظمات الحقوقية الدولية أن تقف موقف جاد بأن هذه الحياة الإنسانية يجب أن تستمر بوقوف إلى جانبهم وردع الحكومة وهذه الميليشيات ومحاسبتهم بشكل علني وبشكل وطني أو دولي وبأي شكل من الأشكال، يجب محاسبتهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم كبيرة وخطيرة تضر بالمجتمع العراقي وتضر بالمجتمع الدولي، لا سيما أن الكثير بات يتحدث عن أعداد مهولة وغير مبررة من الشهداء والمعتقلين والمختطفين، وهذا بسبة من؟ بسبة أنهم يدافعون أو يريدون وطن، وهذا لا يمكن الوقوف عند حد التنديد والشجب والافتكار. شكرا لك أستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من بغداد.